ماله؟ مش عارف، مش عارف اعمل ايه مع البدلة دي. التليفون اشتغل، اكيد ساري دفعت الفاتورة. ليه يكون بابا عارف مكاننا؟ هو لو بابا عارف مكاننا هيتصل ياخد ميعاد قبل ما يجي. اكيد هي سالي. قومي ردي. ايه اللي انا بقوله؟ ايوه يا رشدي، انتوا لازم تسيبوا الفيلا الصبح بدري. اخويا جات له مأموريه الصبح في اسكندريه، وبعد كده هيعدي على الفيلا يدفع فلوس الصيانه ويروح على طول. تقدروا تبقوا ترجعوا بعد كده. كده الفيلا رجعت زي ما كانت بالظبط. انت عارف ان انا عمر ما حد عمل معايا كده؟ قصدك يعني عشان بلبسك الجزمه؟ امال كنت بتعملي ايه؟ بس بتخرجي حافيه؟ لا طبعا. بكره تخفي وتعملي كل اللي نفسك فيه. انا عملت لك دي فيونكه ودي جزر. يلا اوعى تخافي. هنروح فين؟ تمام حاضر. يلا متاخريش بقى. رشدي مين؟ جيتي بسرعه جدا. ياه، ميكروباص وحشني قوي. ايه ده، احنا هنركب ميكروباص؟ تحبيه ولا ايه؟ لا انا عمري ما ركبته. انا عمري ما ركبت غيره. مفيش الا مطلع واحد بس. مش هينفع احنا اتنين. ما تقلقيش، انا هتصرف، انا هتصرف. تحبي تقعدي جنب الشباك؟ يا ريت. قومي يا وليمه جنب الشباك، قوم. عارفه احلى حاجه في الميكروباص ايه؟ ان كل شبابيكه بتبص على الشارع. الله بقى لخبطه دي ليه؟ ياللي خاطفني يا ريت تقول لي ايه حصل لي؟ على كده بقى دلي سيدي. جيم ولا منه؟ صلى الله. رايح فين؟ هجيب الكرسي. شيلني يا حواش. سجل النضاره دي عشان لو ازازه اتكسر. بس بص يا رشدي، امني لي ظهري. طب شويه بس كده عشان هي بتقلق من المنظر اللي قدامها. اتفضل خد، تعالى هنا اهو. تعالى انت ايه فاهم نفسك حركه ولا ايه؟ مفيش ادب. يلا. لا مفيش ادب. يلا مفيش ادب خالص. مفيش خالص. يبقى نتربى. لما هو مفيش ادب يبقى نتربى. تصدق انا شايف البحر من عندي هنا. ايه؟ لا لا يا مدام، قصه كابوريا تقوني قلت ايه؟ ده انا هعمل لك دلوقتي قصه النوكيا الجديده حاجه مع عص... ايه ده ايه ده ايه ده؟ اتفضل حضرتك اطلع بره. هنا كوافير حريمي ما بنوصلش رجاله. مقدم هشام ابو النور، مباحث عامه. طب اتفضل حضرتك اغسل لحد ما اخلص الزبونه اللي في ايدي. هاتوه. ايه يا باشا في ايه؟ معلش عندي حلقه ميري هخلصها واجي لحضرتك. لا 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 لا، انا اسفه يا رشد، انا السبب. يا ستي خلاص، ما انا اتعودت اتبهدل بسببكم، مره ابوكي ومره انتي. انت ايه اللي خلاك تضربه؟ انا والمصحف ما ضربته، انا اللي كنت تحت مش الطويل. معلش قلبك ابيض. انما ما قلتليش انت كنت رايح لابويا ليه؟ كنت رايح له فكره هتنقذه من الضيعه اللي هو فيه. فكرة؟ فكرة ايه؟ قلت له يا ادهم بيه،
كل نفسك قبل ما حد ياكلك. مش فاهمة. هقولها لك بلغتك. Eat yourself before somebody eats you. مش فاهمة برضه. امال اقولها لك بالروسي ولا ايه؟ امال ايه ادمنستريشن بقى ومع التعاون والحاجات الكتير دي؟ ايه يا رشدي؟ ايوه اسكالوب هنا. هنفترض ان ده السوق. ابوكي بقى نزل له منافس جديد زي ما انت شايفه، كل منه نص السوق. اه صحيح، انا كانت سالي حكيت لي على المشكله دي. كل اللي هنعمله بقى ايه؟ ان ابوك هينزل نفس الغساله القديمه بس باسم جديد، وهيسيب الاسم القديم زي ما هو. اوكي؟ يبقى بالشكل ده احنا معانا كام غساله في السوق؟ ثلاثه. ابوكي ليه كام واحده فيهم؟ اثنين. يعني ابوكي بقى معاه تلتين السوق بعد ما كان ليه النص. طب افرض النوع الجديد اللي ابويا نزله كانت من النص بتاعه هو، يبقى النظريه بتاعتي اتحققت بجد وحقيقي. لما ابوكي ياكل من نفسه احسن ما ينزل له حد جديد بغساله جديده ياكل منه. eat yourself before somebody eats you. يعني ايه؟ فهمتي؟ فهمت، فكره حلوه قوي. راجل حمار. الله، لازم يشتم. ويا ريت بقى ناكل ونغير السيره الهباب دي. احسن حاجه عملها ابوكي انه خلانا نقطع الاسكالوب. ده الواحد نسي شكل الجرايد. ده زحلقه نزل جل زحلقه تزحلقه ويزحلقك. ده فكرتي الاعلان ده. بجد؟ اه امال ايه؟ ده حلو قوي. بعرف كده؟ ده اشربيها كلها على ما اخلص الفطور. ايه ده؟ ابوكي بلغ البوليس. يا نهار اسود ومنيل البنينه، انا كان مالي ومال الحكايه السودا دي؟ رشدي رشدي، ايه ورنيت ايه وزفت ايه دلوقتي؟ انا كان ماليش دعوه بالحكايه دي خالص. انا همشي، انا همشي وهمشي وضميري هيبقى مش واجعني. رشدي أنا آسف على اللي أنا قلته. أنا بجد وحقيقي مش هسيبك أبدا إلا لما تقدري تقفي وتمشي ورا. أنا آسف بقى. يلا عشان إحنا فاكرين الكرسي صفتين. تتجوزني يا رشدي؟ قلت ايه؟ تتجوزني؟ دي الطريقة الوحيدة عشان تحميك، لأن مفيش حد بيخطف مراته. عقد عرفي بتاريخ قديم، وأنا كتبت العقد. امضي. جبتي القلم ده منين؟ أنا مش بهزر يا رشدي. أنت مجنونة؟ أنت مش خايفة على سمعتك؟ مش أحسن ما تتبهدل بسببي؟ امضي بقى. أنت فكرتي كويس أوي في اللي أنت بتعمليه ده؟ أيوه، امضي. طب هاتي. أوعي تكوني كاتبة مؤخر صداء والحركات البلد دي. خافش. ومن هنا ورايح، ها؟ مفيش خروج من البيت إلا بإذني. خليها معاكي. وأنا هاخد ده. بتعمل إيه يا رشدي؟ بتعمل إيه؟ أنت اتجننت؟ هتعمل ايه؟ ايه؟ بحط القميص في البنطلون. شبه هنا صح؟ هو مين؟ رشدي قواظ. انت احلى. كل الناس بتقول لي كده لما بحط القميص في البنطلون. رشدي. ايوه. تعمل ايه لو انا وقفت ومشيت على رجلي؟ تمشي ازاي يعني؟ مش قصدي يعني، انا قصدي يعني اكيد طبعا هبقى فرحان ومبسوط، واكيد يعني ده انا ممكن اتشل من الفرحه. بقول لك ايه، انا مش قادر، مش هخش بقى. لا انا عايز اقعد لوحدي شويه. طيب انا هخش انام. يلا تصبح على خير. تمام. اهلا. بصراحة مش قادرة أكدب عليك أكتر من كده. يا ريتني كنت مشلولة بجد وحقيقي عشان ما تسيبنيش.
انا بقول لك الكلام ده دلوقتي وانا مش مكسوفه، بالعكس انا سعيده جدا، لانه على الاقل الراجل اللي بحبه دلوقتي هو رشدي اباظه. كنت مستنيك لما تصحى عشان كنت ناوية أقولك إنه